السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماكسي ماتيماتيك دو لا دوزيام اني دونسينيومون كوليجيال انترناسيونال. دونك اجوردي نو افون لا باج 18 سور لو بروميي شابيتر كونسيرنون لي نومبر راسيونيل انتروديكسيون اي كومباريزون. Donc, on va voir la première partie de la page 18. Donc, en commençant par l'exercice 33. Donc, l'exercice 33. Soit A et B deux nombres non nuls tels que. Donc, on a juste les égalités. On doit montrer que b sur 5 est égal à moins 1 sur 3. Et donc, on va utiliser ces deux objets pour obtenir cette égalité. Et donc, on a a sur 3 est égal à b sur 5. Et on a a moins 3b est égal à 4. Donc, on a ce que nous devons faire. Pour obtenir b fois l'égalité بوحدو. دابا هنا شنو هو الاشكال؟ هنا هو ليغاليتي الاولى فيها ا و بي وليغاليتي الثانيه فيها ا و بي، ولكن ليغاليتي اللي طلبوا لينا فيها فقط بي. اذا تخلصنا من الا. اذا هنا شنو خصنا نديرو؟ ناخذ هذه وغادي نشوفوا ا شحال كيساوي. كنقولوا بدلاله بي دونك كيساوي 4 زائد 3 بي، ستدير هاد 3 بي غنرجعوها للطرف الاخر. اذا بما اننا لقينا ا بدلاله بي كيساوي هاد الشيء، ليغاليتي الثانيه غادي نجيو غنعوضوا هاد الا بهاد 4 زائد 3 بي. غادي نتخلصوا من الا، ما غاديش يبقى عندنا. دونك هنا كانت عندنا ا، هاد الا عوضناها ب 4 زائد 3 ب حيت كتساويها. ثم غادي تولي عندنا واحد ليغاليتي فيها فقط لب، غادي نبقاو كنشتغلوا بها حتى نوصلوا لديك الشيء اللي طلبوا لينا. اذا حنا بعدا تخلصنا من، كانوا عندنا جوج ديال لي زانكوني، كانوا عندنا جوج المجاهيل، دابا ولا عندنا غير واحد المجهول غادي نتعاملوا معاه على اساس في النهايه نلقاو ب على 5 غتساوي ناقص 1 على 3. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نفصلو لو دابا بي على 5 هي هادي، ولكن هنا عاود هاد بي خصو يرجع باش يتجمع مع لا ميم فامي نتاعو. دونك هنا غادي نديرو لو برودوي اون كخوا. إلا درنا برودوي اون كخوا شنو غتعطينا النتيجة؟ دونك 5 دونك نعم 5 مضروبة في 4 زائد 3 بي شنو غادي تساوي؟ 3 بي. غادي نديرو هنايا لو ديفلوبمون، 5 في 4 20 زائد 15 بي كتساوي 3 بي. عندنا هنا 3 بي دو ميم فامي كو هاد 15 بي، غنرجعو 3 بي لهاد الطرف وهاد 20 نردوها للطرف الآخر، غتعطينا 15 بي ناقص 3 بي كتساوي ناقص 20. هذا رجعناه للطرف الثاني ديال ليغاليتي، وهذا رجعناه للطرف الاول. دابا غادي نحسبوا هذه غتعطينا 12 بي، 12 بي كتساوي ناقص 20. ثم بي غادي يساوي ناقص 20 على 12، ناقص 20 على 12. حنا مازال ما وصلناش لداكشي اللي بغينا، خصنا نقسموه على 5. إذن غادي نقسمو عاوتاني بي على 5 وغادي تعطينا ناقص 20 على 12 في 5. هذيك الخمسة قسمنا هنا وهنا، إذن بي على 5 غادي تساوي ناقص 20 على 60. غادي نختزلو هنايا ب 20، نختزلو هنايا ب 20. إذن بي على 5 كتساوي ناقص 1 على 3.
هذا هو اللي طلبوا لينا في هذا ليكزيرسيس. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس لا كيسيون سيفونت. كالكولي ا اون ديدوير بي. دونك هما علاش قالوا لنا هاد بي على 5 كتساوي ناقص 1 على 3؟ علاش؟ لان عندنا لقينا بي على 5 كتساوي ناقص 1 على 3، وعندنا عاوتاني بي على 5 كتساوي ا على 3. اذا هنا غادي نحط ا على 3، ومن هذه من هاد المتساويه هذه غادي نستخرج ا. اذا عندي ا على 3 كتساوي ناقص 1 على 3، مشات 3 مع 3 غتعطيني ا ايتيكال موان زان. وبما ان ا ايتيكال موان زان غادي نلقى بي. عاود لا كيسيون الثانيه اللي هي بي، انا لقيت ا كيساوي ناقص 1، اذا فين غنعوض باش نلقى بي؟ يا نعوض هنا يا نعوض هنا. دونك نعوضو هنايا. دونك عندنا دونك سي ميم شوز ولا في الاولى. دونك ا على 3 كتساوي بي على 5، باش نلقى بي غنعوض ا باش موان زان. دونك ناقص 1 على 3 كتساوي بي على 5. من هنا غادي نضرب 5 لهاد الجي غتعطيني بي ايتيكال ناقص 5 على 3. دونك هنايا بحال اللي كيعطيوك لا ميثود اللي غادي تستعمل الا كانوا عندك جوج دي ليزيغاليتي فيهم جوج ديال لي زانكوني، كيفاش تخرج وتستنتج وتلقى ا. اذا ا لقيناه كيساوي موان زان، و بي لقيناه كيساوي ناقص 5 على 3. وهاد جوج ديال الاعداد كيحقوا هاد ليغاليتي ويحقوا هاد ليغاليتي. ولا بغيتي تتاكد ممكن تتاكد بطبيعة الحال. غنمشيو ليكزيرسيس 34. فهاد لي زيكزيرسيس هادو ديال هاد لاباج كيكونوا شويه متقدمين، يعني مستوى متقدم، يعني علاش هما سماهم جابروفونديس، تادير كتعمق شويه في الرياضيات، يعني كتاخذ واحد لا كومبيتونس جد معمقه في الرياضيات. بينما لي زيكزيرسيس اللي شفنا في لاباج بريسيدونت هادوك هما لي زيكزيرسيس التطبيقيين اللي كتلقاهم في لي زيكزامان، كتلقاهم في الفروض اكسيتيرا. فهنا الا بغيتي تعمق دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 34 سور اون دروات غراديي دوريجين او اي دونيتي او اي اون بلاسي لي بوين ا اي بي دابسيس ريسبكتيف 1 على 4 1 على 2. اذا عندنا واحد لا دروات غراديي ولكن ما عندناش لوريجين تاعها، وحطينا هنايا ا وحطينا بي اللي لي زابسيس نتاعهم هما هادو. Décrire les étapes à suivre pour placer le point C d'abscisse 3. Et donc, là, on va le C à la droite. Donc, il a brina d'abord de l'hédédo, yani l'abscisse, c'est le point C sur la droite graduée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? بطبيعة الحال هنايا شنو كنعتبرو هادي؟ هادي سي ان كار. هاد ا بي هي الربع نتاع الوحدة، حيت من واحد على ربعة لواحد على جوج هي الربع نتاع الوحدة. دونك كيس كون فافير؟ دونك دونك لا كيستيون ا اون اوتيليزون لو كومبا. اذا غادي نستعملو الكومبا وغادي ناخدو ابارتير ديال لو بوان ا شحال غناخدو؟ دونك غادي ناخدو لا ديستونس. دونك غناخدو لا ديستونس بحال هكا اللي هي ا بي، غناخدو هاد لا ديستونس وغادي ناخدوها شحال من مره؟ غادي ناخدوها ابارتير ديال بي، غادي ناخدوها دونك عندنا هنايا نص. دونك شحال قتلة؟ جوج فاصلة خمسة. دونك جوج فاصلة خمسة. دونك اون اوتيليزون لو كومبا دونك اون ديتيرمين لا ديستونس ا بي،
يعني داك لا ديستونس ابي هادي غادي نحددوها بالويركار بحال هكا. هادي لا بروميير ايتاب، يعني هاد لا ديستونس نعرفوها شحال. ومن بعد ليتاب سويفونت ابارتير دو بوان بي، يعني انطلاقا من هذاك لو بوان بي شحال غادي ناخذو ديال لي ديستونس ابي. دونك اون شوازي ولا اون بلاس لو بوان سي لو بوان سي 10 فوا. دونك 10 فوا لا ديستونس ابي. دونك غادي نشرحوا هادشي. لا ديستونس ابي غادي ناخذوا الفتحه ديال البركار بحال هكا، غادي نحددوا هاد لا ديستونس، وهاد لا ديستونس غنحددوها 10 ديال المرات. علاش؟ لان هادي يلاه كتمثل ان كار، وحنايا عندنا 3 في لابسيس. دونك هادي هي لا ميثود ا سويفغ. دونك لا دروات غراديوي ديالنا هي هادي، بحيث او اي كتساوي جوج 1.2 سنتيمتر. دونك انا خديت كل تدريجه فيها 1.2. اذا بلاسي كوريكتومون لي بوين او، اذا او ها هي اي ها هي. دابا بقات لينا ا. ا عندنا كتساوي 1/4، يعني هاد الوحده هادي غنقسموها على جوج ونعاودو نقسمو عاود على جوج. اذا هذا هو لو بوين، هادي هي 1/4، سيتادير هذا هو لو بوين ا. دونك لو بوان ا هو هذا الربع نتاع الوحده. ثم عندنا بي 1/2، اذا لو بوان بي غادي يكون هو هذا. هذا هو لو بوان بي، ستادير ان دومي ديال او اي. بالنسبه لبي احنا درناها سي، اذا دابا جات سي. سي شنو قلنا؟ غادي ناخذو دونك 3، سي غادي تكون 1 2 3، اذا هذا هو لو بوان سي. داكشي علاش قبيله انطلاقا من لو بوان بي خصنا نلقاو نمشيو ناخذو 10 ديال او ا ولا ا بي. اذا 10 هانت جوج، 1 2، هنايا كاين 4 وهنا 4، ستدير 10. دونك غادي نمشيو لا كيسيون 3. دونك هادي لا كيسيون 2 حنا جاوبنا عليها. بلاسي سور لا دروات غراديي لي بوان او اي اف موان 2/3 موان 3/4. إذا هنا غنمشيو في لو سونس نيجاتيف، غنبداو موان 2/3. شنو هي موان 2/3؟ ستادير غادي ناخد هاد او اي يعني وغادي نقسمها على 3. دونك هادي على 3 ديال الأجزاء متساوية، وغادي ناخد جوج. إذا هادي موان 1/3، هادي موان 2/3، إذا هذا هو لو بوان او. بالنسبة لاف موان 3/4، موان 3/4 غادي نقسموها على 4. او اي هما دارولنا هادشي في شويه ديال الاخر. دونك هادي هي موان 1، هادي موان 2. غادي نقسمو او اي على جوج ونعاودو نقسموها على جوج وناخدو 3. اذا هنا غادي يكون لو بوان اف. دونك هنايا كاين لونكومبرومون، حيت هاد التدريجه او اي كنقسموها على 4 وكناخدو 3. إذا هنا قسمنا على جوج وعاودنا قسمنا على جوج وخدينا 1 2 3. إذا لو بوان اف غادي يجي هنا ولو بوان او غادي يجي هنا. دونك اون ديدوير اون كومباريزون دو نومبر موان 2/3 موان 3/4. دابا هنايا قالوا لنا استنتج المقارنة بين لو بوان او ولو بوان اف. لو بوان او موان 2/3 ولو بوان اف موان 3/4. دونك شكون اللي كبير؟ دونك انطلاقا من هذه اللي كبير هو اللي قريب للزيرو. دونك هاد او دونك لابسيس دونك موان 2/3 اي سوبيريور دو موان 3/4، انطلاقا من هاد المستقيم المدرج من هاد لا دروات غرادي، حيت هذا قرب له، لان الاعداد السالبه اللي قريب للزيرو هو الكبير، اللي بعيد هو الصغير. بلوس كنمشيو في هاد لو سونس الاعداد السالبه كتصغر، الاعداد الموجبه كتكبر. دونك وبالتالي غادي نستنتجو بان موان 2/3 اي سوبيريور ديال موان 3/4. غادي نمشيو ليكزيرسيس 35. دونك اون سي كو عندنا هاد المتساوي ديتيرميني لي زيغاليتي جوست با
parmi les égalités suivantes. Iden, غادي دابا عندنا هاد ليغاليتي خصنا نعرفوا شكون في هادو اللي صحيح. اذا عندنا جوج الاختيارات، اما غادي نبداو بهاد ليغاليتي ونوصلوا لهادو، اولا نبداو بهادو خصنا نرجعوها لهادي. خصنا شكون اللي فيهم غادي نقدروا نرجعوها بحال هادي. الا رجعنا انطلقنا من هادي وصلنا لهادي، دونك هاد ليغاليتي صحيحه، سينو ما صحيحاش. انا كنفضل هكا، غادي نبداو ب ا، غنبداو بليغاليتي اللي عطاونا. عندنا ناقص 10 على ناقص 14 كتساوي 15 على 21. غنشوفوها واش صحيحه. اذا شنو غنديرو هنا؟ برودوي اون كخوا، نضربو هذه في هذه باش نرجعوها هي بدون سون دينوميناتور. اذا هذه الا درنا جداء الطرفين مع جداء الوسطين شنو غتعطينا؟ دونك غتعطينا موان 14 فوا 15 كتساوي موان 10 فوا 21. غادي نختزلو بلو سينيموا، ان لو سينيموا كيمكن نحيدوه. غادي تعطينا 14 فوا 15 كتساوي 10 فوا 21. اذا هادي سي جوست، هادي سي فري. علاش؟ لان احنا وصلنا لهنا. ندوزو للخرى، نمشيو لب. دونك بي عندنا موان 14 sur 10 est égal 21 sur 15 sur moins 15. Donc غادي نضربو هادي في هادي وهادي في هادي. moins 14 fois moins 15 est égal 10 fois 21. هنايا لو سينيموا مع لو سينيموا كيعطينا بوزيتيف، c'est-à-dire 14 fois 15 est égal à 10 fois 21. إذن سي جوست. إذن هادي هاد ليغاليتي هي هادي هي الاولى. اذا هذه هي، دونك سي جوست. نمشيو للسي عاوتاني نشوفو سي واش غتعطينا لو ميم ريزولتا. دونك عندنا موان 15 سور 10 ايت ايكال موان 21 سور 14. دونك غادي نضربو هنايا جداء الطرفين وسطين، دونك برودوي اون كخوا. عندنا موان 15 فوا 14 est égal à 10 fois moins 21. إذن غادي نختزلو بلو سيني موان، غادي تبقى لنا 15 ولا 14 fois 15 كتساوي 10 fois 21. دونك سي جوست. بقات لينا وحده دي 21 sur moins 15 est égal à 10 sur moins 14. نضربو عاوتاني 21 فوا موان 14 ايت ايكال 10 فوا موان 15. غادي نحيدو لو سينيموا، غتعطينا 21 فوا 14 كتساوي 10 فوا 15. دونك هادي سي با جوست. اذن علاش؟ لان ما استطعناش نحصلو على هاد ليغاليتي. دونك لي هادي سي فري، هادي سي فري، هادي سي فري. Donc, on va faire l'exercice suivant. Soit A et B et C des nombres tels que كلهم هادو différents de 0. لأن هادو كيتدارو في المقام وكل عدد بغينا نديرو في لو دينوميناتور ما خصوش يساوي 0. Montrer que si A sur B est égal à C sur D, alors on a A sur B est égal à C sur D est égal à A sur B plus 2C. A plus 2C sur B plus 2D. إذن هاد النوع ديال التمارين هو متقدم كما قلنا. غادي نشوفو هنايا، غنطلقو من المتساوية اللي عطاونا هاد ليغاليتي، هادي منها غنطلقو خصنا نلقاو هادي. إذن هنا كيفاش غادي نديرو ليكزيرسيس 36؟ إذن قلنا هذا تعمق في الرياضيات بطبيعة الحال. غنطلقو من A sur B est égal à C sur D. هنايا غادي نديرو لو برودوي اون كخوا، نضربو هادي في هادي وهادي في هادي. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا A فوا D، A فوا D est égal A فوا D est égal à B فوا C. دونك هنا حنايا
بغينا ا فوا دي، دونك شنو غادي نزيدو هنايا؟ دونك بروميير دي شوز غادي نضربو المتساوية في جوج، يعني الا ضربنا ليكاليتي لي زيكستريميتي نتاعها في جوج لا يتغير العدد، دونك غتعطينا جوج ا دي ايتيغال دو بي سي، لان هاد الجوج هادي خصنا نبينوها. ثم غادي ناجوتيو عاوتاني بلس بلس، هنا غادي نزيدو ا بي وهنا غادي نزيدو ا بي. دابا غادي نديرو لا فاكتوريزاسيون بار ا، وهنا غادي نديرو لا فاكتوريزاسيون بار بي. دونك لاحظتو غادي نفاكتوريزيو هنا ونفاكتوريزيو هنا، هنا غتعطينا ا فوا بي بلس جوج جوج دي، دونك اكسكوزي موا بلس جوج دي ايت ايكال. هنا الى فاكتوريزينا بي غتعطينا، نرجعو ا هي اللي بدايه وهادي نخليوها للتالي بلس دو سي. غادي نقسمو دابا ا على بي، وهنايا غادي نقسمو هذا غادي نقسموه لهاد الجهه، تعطينا ا بلس دو سي سور بي بلس دو دي، نشوفو واش وصلنا. دونك فوالا، دونك ا سور بي هاهي، دونك ا سور بي هاذي هي. شنو كتساوي؟ كتساوي هادي، اذا هي نفس ليكاليتي لي لقينا. دابا كيبقى وانا ديجا عندي سي سور دي كتساويها، دونك بلا ما نبين هادي كتساوي هادي، لان ديجا عندي هادي كتساوي هادي، وبالتالي هادو بثلاثة متساويين. دونك غادي نمشيو ونطبقو هاد الشي في ليكزيرسيس دابليكاسيون. لابليكاسيون ديتيرميني لي نومبر اكس اي ايكغيك تيل كو اكس سور 5 كتساوي ايكغيك سور 5. اذا من هنا غادي نحاول نطبق هذيك العمليه اللي لقيت. دابا انا بينت هذه، بينت ان ا على بي كتساوي س على دي كتعطينا هذه، اذا هذا الشيء اللي غادي نحاول نبين. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ اكس، دونك ليكزيرسيس 2 اكس سور 5 ايتيغال ا ايغريك سور 8، غادي نطبق بحال هادي. شنو غتعطينا هنا؟ اكس سور 5 زائد جوج فاش في ايغريك ولتحت جوج في 8. دونك بحال اللي عندي هذا هو ا وهذا بي وهذا سي وهذا دي، وحاولت نستخرج هذه لانها بينتها، دونك زدت هنا ضربت في جوج لان هنا عندي جوج، وجمعت لو كان ما كان جوج غندير اكس زائد ايكغيك 5 زائد 8، يعني نجمع البسط والمقامات، ولكن هنايا حنا بغينا هاد الجوج. دابا هادي شنو كتعطينا؟ اكس بلس 2 ايكغيك، هادي لتحت غادي نحسبها 5 زائد 16 شحال كتعطينا؟ 21. 5 زائد 16 21. انا ديجا عندي اكس زائد 2 ايكغيك عطاوها ليا، دونك ها هي اكس زائد 2 ايكغيك كتساوي 30، دونك غادي نعوض هادي ب 30. دونك 30 على 21 نختزلها، غادي نقسم على 3 غتعطيني 10 على 7. فين راحنا غاديين دابا؟ حنا الهدف ديالنا اون فوا ديتيرميني اكس اي ايكغيك. دابا غادي نحددو اكس اي ايكغيك، كيفاش غادي نديرو؟ غناخدو هادي باش نلقاو اكس، غناخدو هادي مع هادي. دونك علاش؟ لان باش نلقاو الاكس شحال كيساوي هادي غناخدوها مع هادي، حيت بينا هادشي كامل الهدف ديالنا باش نحددو اكس و ايكغيك. اذا عندي اكس على 5 كتساوي 10 على 7، وباش نحدد ايكغيك غادي ناخد هادي لانها كتساوي هادي، وبها غادي نحدد عاوتاني ايكغيك على 8 كتساوي 10 على 7. اذا شحال غادي يساوي اكس؟ اكس غادي يساوي 10 مضروبه في 5 على 7، نضرب هاد الخمسة لهاد الجهة، وايكغيك شحال غيساوي؟ 10 مضروبه في 8 على 7.
c'est-à-dire que x غادي يساوي 50 على 7 و y غادي يساوي 80 على 7. دونك حنا حددنا x و y باستعمال هاد لا ميثود لي بين. دونك لا بروشين فوا عاوتاني غنطبقوها في ليكزيرسيس 37. دونك غادي نحبسو عند هاد الحد. موعدنا مع الجزء الثاني في هاد لاباج في حصة قادمة.